ما بيهدى ابدا. تفضلوا يا خانم. شكرا سهيلة. وين رحتي كل النهار؟ مرقت لعند سهير. عن إذنكم. نعم نعم خانم. عمتي خليها تجي. عدنان حبيبي أنت فاضي؟ إيه. هلأ شفت البورصة، موقفين أي تعامل لحلمي أونال معه. عن جد؟ عفوا كملوا أكلكم. أنا آسفة قومتك عن السفرة. ولا يهمك، مو مشكلة، ما بدي حدا يعرف. شو عرفتي؟ أسهم شركة حلمي الجديدة انباعت بتراب المصاري من يومين، يعني انهارت وصارت بالأرض. أمواله راحت هيك الظاهر. هذا الرجال دمر حاله وسمعته بالسوق وما عاد حدا عنده ثقة فيه أبداً. هذا الوقت لازم نستغله بأي طريقة. أساساً أنا هيك رأيي. لاحقت أموره بأنقرة، حتى أوضاعه هونيك كتير تعبانة. حلو، رائح. الصبح بحاول مر لعندك وبشوفك. لازم نظبط كل أمورنا على الأساس. ماشي، معناتها أنا بانتظارك. طيب حبيبي، سلم لي على الكل. سألوني عنك، إذا بتقدري تعالي هلأ. لا، أساساً رح وصل على المزرعة، صبح بشوفك، يلا بخاطرك. الله معك. جاي عمتو؟ لا، بجوز الصبح سافر على أنقرة لموضوع كتير مهم. مهم لهي الدرجة؟ واضح إن المشكلة رح تنحل. يلي عمله حلمي بيك رح ينقلب ضده. ها؟ حلو. نهاد؟ مرحبا، فيني فوت؟ أول شي الحمد لله على السلامة. لا تذكرني، كنت غبية كتير. معك حق، من الغباء إنه الوحدة تتخلى عن حياتها مشان واحد مثل مهند. اليوم إجا على الشركة وقال لي كتير شغلات. مثل شو؟ شو في بينك وبين بابا؟ روح انت ولا تستنى. حاضر يا بيك. مهند قال لي انه في شيء بيناتكم، بدي اعرف اذا هالشي صحيح ولا لا. طبعا مو صحيح. طيب شو في بيناتكم لكان؟ بابا شو له شغل معك؟ افتحي الباب. ليش اجيت لهون يا نهاد؟ ما بدك تفتحي؟ ليكون ضيف مثلي اجا بدون موعد. Thank you.
ليش طولتي؟ قلقتيني كلام مهند مظبوط. قال لي إنك واحد انتهازي واستغلالي. شو عم تساوي هون؟ كنت بتمنى إنه يكون كلام مهند كذب، بس طلع هالحقير معه حق. أنت شو فهمني؟ ما بتخجل من حالك؟ نهاد، ولك ما بتخجل من حالك؟ اهدى، شو صار لك؟ أنا يلي لازم أخجل لأنه عندي أب مثلك. مهند، وينك انت؟ انا هون. ليش ما عم ترد على موبايلك؟ مو صحيح. ايمتى اتصلتي؟ مين يلي شافنا مع بعض يا مهند؟ لا تكون بنت عمك. لا تحكي كلام طالع نازل، عم تفهمي علي؟ وليش عصبت لهالدرجه؟ معناتها صحيح. يلا من هون، روحي مو ناقصك. مهند، لازم شوف مراد، زعل مني لأني ما لعبت معه. فرجيتي الأغراض يلي جبتيهم؟ صحيح، خلينا نروح لغرفتي بالأول. مشي. أنا رايحة نام. لوين رايحة ماما؟ اليوم ما شفنا بعض منيح. عادي، خلينا نشوف وين بدنا نحط التخت. برأيي خليه مكانه. ايه، عم بسمعك. ليش عم تهربي مني؟ لا، هالحكي مو صحيح. بكفي ماما، شو يلي عم بتخططي مشان نهال ومهند؟ صدقيني كل شي عم ساوي لصالحك، وبكرة رح تشوفي بعينك. اسمعيني منيح، الشي يلي عم بتساوي رح يأثر على الكل. صدقيني انت هيك بتكوني عم تلعبي بالنار ورح تحرقينا معك. غلطانة، بالعكس يلي عم اساويه لصالحنا، وانت كمان لازم تقنعي حالك بهالشي وتساعديني كمان، وإلا هالشي رح ينقلب ضدك. ماما اسمعيني منيح، نهال ما رح تتحمل هيك صدمة أبداً. يعني انت خايفة عليها؟ فهمت. نهال ومهند مستحيل يتزوجوا. رجاءً ساوي يلي بدك إياه، بس هالشي لا، وانسي الموضوع. عم تفهمي علي؟ مهند ونهال رح يتجوزوا يا سمر، ومهند ما رح يرفض هالشي أبداً. صدقيني الكل رح يكون مبسوط. لا تزعلي مشان نهال وثقي فيني، وانتي بخير.
Thank you.